قوية. لاعبين في لاعبين يفاجئون ويعملون وعملوا ذلك في مناسبات كثيرة من اللاعبين الكبار اللي يفاجئ حارس المرمى في الوقت اللي كان المدافع وحارس المرمى يعتقد انه ممكن هذا اللاعب يلعب الكرة مثلا الى واحد من زملائه، يفاجئ في الزاوية الصعبة الزاوية الضيقة. بصراحة انا جاي في بالي لاعب كبير اللي هو لاعب نادي الهلال السعودي والمنتخب السعودي السابق طبعا يوسف ثنيان، شخصيا شاهد يوسف ثنيان يفعل ذلك بشكل يعني كبير في كثير من المناسبات. يحاول يقطعها خمسة جول يانج للعب جهة ثنيان، ثنيان إلى طارق العمود الأبيض سبوك إلى يوسف ثنيان، يوسف يحاول للعب بين جهة طارق ثنيان، يوسف ثنيان في الوسط بيعدي من ليهاو وإعاقة أيضا لثنيان بالكعب ليوسف لسعة ليوسف ثنيان بيسدد بتمر فاصل لثنيان حلوة يوسف ناحية الموين لثنيان طالع مشاري ناحية اليمين ثنيان بيعدي ناحية الشمال للأمام ناحية اليمين يوسف ثنيان على رأس يوسف جازع هدف الثاني لمشاري ومستوى مشرف للكرة السعودية من الفريق الهلالي اللي بيلعب الآن لثنيان يوسف ثنيان بيعدي من المدافع بيلعب كرة عرضية بتمر في اليمين الهلال يوسف ثنيان يحاول ولكن في صفارة من حكم المباراة كرة مباشرة للهلال عند يوسف ثنيان يوسف ثنيان راجع الكبيرة والمرشحة للعب دور كبير في هذا يوسف ثنيان غلط من واحد من الثاني تحول إلى يوسف ثنيان وهاجم الهلال يوسف ثنيان حولها جهة الصوب تنقطع توصل يوسف ثنيان المشاهد الفريقين الكبار في المملكة الشقيقة النصر والهلال من خلال هذا الموسم والآن يوسف إلى يوسف ثنيان وهاجم الهلال يوسف ثنيان التلفزيون الأمام حقيقة في خلل ولكن عرض الآن للصلاح مرة أخرى ونعمل أن يتم كذلك إلى نهاية المباراة يوسف إيراني مرة ثانية للعب جديدة 34 الشوط الأول من المباراة بعد الجلاجة يوسف ثنيان للعب جانب الى مشاهدة احداث الشوط الثاني من لقاء الهلال السعودي والاستقلال الايراني سعد مبارك تقدم وهاجم الهلال الى يوسف ثنيان يوسف ثنيان يموه ويلعبها للامام ومعظم لاعبي نادي الاستقلال راجعين وهذا يوسف ثنيان
يوسف ثنيان داخل بيلعبها، يوسف يلعبها اتجاه المرمى. جول جول الهلال، يوسف ثنيان. يوسف ثنيان كعب رجل، يوسف ثنيان كرة مخطوفة مرتدة وخطرة للهلال. يوسف ثنيان سوق التمياط، يوسف ثنيان يوسف ثنيان يتخلص من المدافع وهاجم الهلال ايضا. ثنيان يلعبها، حصل اصبقها يهلا ثنيان. يرجع مره ثانيه ايضا يوسف ثنيان بعد ما مستوى افضل مما ظهر عليه. على العموم الان يعني هذا يوسف ثنيان يتخلص من اثنين وهاجم وراح يمر بمر بمر مر وتعرقل وعليه. راح يصفر صفر صفر. سيداتي آنساتي سادتي حكم الشقيقة وتلعب على طول إلى يوسف الثنيان. يوسف الثنيان ترمومتر أجمل الله، وكذلك شعار فريق نادي الهلال. وهذا الثنيان ثنيان يلعبها ثنيان وتلعب بالراس علي مبارك الدوسري مع يوسف ثنيان بيلعبها الى الثنيان. الثنيان لاعب جيد ثنيان الحقيقه، دائما تجده في الاماكن المناسبه يسلم الكره يوزع كره. هذا اللاعب يوسف ثنيان لاعب مخ، هذا يوسف قصير القامه لكن الحقيقه سريع الحركه. هذا ولا ثنيان، ثنيان مع الكره، ثنيان داخل فيها المرمى الواحد ثنيان بتشوف الاضافه من الملعب. ثنيان ثنيان معاه تصيد سعد ثنيان وبدات هجمه للهلال. ثنيان ثنيان وبدات تنزع على سموك الدميات وتتهيأ امام ثنيان وببلنتي. هذه الجماهير الهلاليه فرحانه وتشوف لما انقطعت من ثنيان راحت الى سموك الدميات هيئها مره ثانيه الى ثنيان. لكن على ثنيان هذا يوسف ثنيان ويلعب الضربه الرقميه وتنعاد انجاز الاخير من الاحراز هدف التعادل وتلعب الى ثنيان. ثنيان عندي واحد ثنيان يوسف ثنيان عبد الخالق ويقطعها لثنيان. يا سلام يوسف ثنيان يا سلام يقطعها سعد مبارك الى يوسف ثنيان. يوسف ثنيان يلعبها الى سموك الدمياط. دمياط يا سلام عليك يا ثنيان. هذا ثنيان وتتهيأ امام سعد مبارك ولكن على طول تنقطع وترجع الى يوسف ثنيان. يوسف ثنيان مع الكره. يوسف ثنيان يوسف ثنيان يعدي بعد يوسف ثنيان وبيلعبها عرضيه الان. يوسف ثنيان يوسف يمررها للامام قدم فوق الثنيان انقطع توصل الى رضا حسن زاد ولكن يخطفها يوسف ثنيان. ثنيان يمل من الحركات ممتعه لا شك لاعب كبير ويتعامل مع الكره بكل لطف وبكل ذكاء وبكل جمال ايضا. كرات متنقلين لاعبي نادي الهلال توصل الى يوسف ثنيان اللي يحولها الى العرض.
يوسف ثنيان المباراة راح نحاول معرفة ما الذي سوف يحدث بالنسبة لنتيجة مباراة ريان والشباب. المباراة التي لم تكتمل. التماوي إلى يوسف ثنيان ممعطين منصور أبو حيدري محتفظ بالتغييرين. هذا يوسف جازع للاستقلال الايراني والاشياء للهلال السعودي. كرة متنقلينها لاعبين نادي الهلال توصل الى يوسف ثنيان اللي يحولها الى العمل. كين في اللعبة 11 لاعب بالاستقلال الايراني راجعين كلهم. يوسف ثنيان يوسف يلعبها للامام في الحرب. ثنيان على التوالي. من ممكن حدوث اي اصابه لا سمح الله، هذا شيء لا نعمله ولكن احتمال وارد. سعد مبارك الى يوسف ثنيان. يوسف ثنيان يخذ هجمة للهلال. يوسف ثنيان هاجم. يوسف ثنيان على أرض الملعب مع اثنين ثلاثة. يوسف ثنيان منصور لحمد مرة ثانية إلى يوسف ثنيان. يوسف ثنيان تخلص وعلى الأراضي. بعد الحجاني يرم لكم. طارق العربي. يوسف ثنيان. ثنيان يتقدم يلعبها للأمام والتعادل مستمر بهدف لهدف. يوسف ثنيان. يوسف ثنيان فهد الخشام في الجهة اليمنى وهاجم الهلال. وصل إلى يوسف ثنيان. ثنيان يلعبها بالصد على طول بالصد ويحصلها ثنيان مرة ثانية. يعني درجة حرارة المباراة ارتفعت ولكن البرودة هنا في الاستاد ارتفعت ايضا. برد والله. الان يوسف ثنيان. ويوسف ثنيان يعني سجل هدف في الدور التمهيدي للهلال في مرمى الاستقلال وتسبب في تسجيل هدف التعادل للهلال ايضا اليوم. الان الضربه الترجيحيه يسجلها في مرمى احمد رضا عابد زاده. راح نشوف على العموم يوسف ثنيان من اللاعبين اتصور الذين لا يهابون مثل هذه المواقف فهو لاعب كبير وامام حارس ايضا بخبره ميدانيه كبيره احمد رضا عابد زاده. يوسف ثنيان. يوسف قدم شوت جول 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 جول. ما يغير. سجل يوسف ثنيان. ما يغير يعني هؤلاء اللاعبين الكبار لا يهابون مثل هذه المواقف ويعني يوسف ثنيان يسجل للهلال. الهلال السعودي بطلا للبطولة. السعودي بطل للبطولة 10 للأندية أبطال الدوري.
جاي للحدث. كأس البطولة يحمله